اهلا بحضراتكم من جديد واستكمال التغطيه الخاصه هنا من القلب العاصمه القطريه الدوحه. وفي اطار هذه التغطيه بالتاكيد عندنا الكواليس والتفاصيل والفقرات الحواريه وبنعيشكم في قلب الحدث قبل ساعات قليله جدا من موعد مباراه الاهلي وباتشوكا المكسيكي. هذه المباراه اللي هتقام الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره على ملعب 974. كنا معاكم بالتاكيد في هذه التغطيه وعلى مدار الساعتين وما زالت هناك التفاصيل والكواليس مستمرة معكم هنا على الهواء مباشرة على شاشة قناة الأهلي من بداية سوق واقف. بقولها بالتأكيد باللهجة العربية لأن بالتأكيد هذا المكان بيشهد تواجد كبير جدا لجماهير النادي الأهلي. اتكلمنا مع اللجنة المنظمة المحلية، خدنا رؤية فنية، اتكلمنا كمان مع رابطة المشجعين والمستشار حسام أبو العلا. دلوقتي محتاجين نعرف الإعلام الرياضي المصري المتواجد في الدوحة كيف يرصد التحضيرات لهذه البطولة، كيف يرصد تواجد جماهير الأهلي التي صنعت الحدث هنا في الدوحة منذ أكثر من حوالي 3 أو 4 أيام مع انطلاق هذه البطولة. لذلك بيشرفني في هذه الفقرة الحوارية الناقد الرياضي والكاتب الصحفي النشيط جدا الزميل العزيز الأستاذ محمد الجزار. جزار منور الدنيا وسعيد بوجودك معايا على شاشة قناة الأهلي. اهلا بيك ابو فارس، سعيد جدا بالتواجد معاك على شاشه قناتنا، قناه البيت الكبير، قناه النادي الاهلي، واهلا بيكم في سوق واقف، واهلا بيكم في الدوحه. والحقيقه منورين الدنيا ومحسسنا ان العيد بدا بدري، لسه قدامنا الشهر 4 تقريبا لحد العيد الفطر المبارك، لكن حسينا ان العيد النهارده هي قبل ميعاده بكتير. الله يخليك يا محمد، وانا عارف دايما انت دؤوب ويعني شغله نشاط الله اكبر عليك، يعني في التعامل مع اللجنه المنظمه، في التعامل مع الانديه المشاركه، دايما عندك الاخبار، عندك الجديد. رصدت ايه في البطوله من اول ما انطلقت وموعدنا غدا مع مباراه كاس التحدي بين الاهلي وباتشوكو؟ عايز اكد لحضراتكم تاني في هاشتاج على شاشه قناه الاهلي، الاهلي التحدي، شاركوا في الهاشتاج توقعاتكم لمباراه بكره، اي اسئله اي استفسارات شاركوا معانا لغايه ميعاد مباراه بكره. هذا الهاشتاج اكيد باذن الله على شاشه قناه الاهلي هيكون ترند رقم واحد على تويتر ومن خلال منصه اكس. محمد، اذا كان منتخب مصر غاب عن المشاركه في بطوله كاس العالم 2022 واحزن ملايين المصريين هنا، اعتقد ان النادي الاهلي يعاد اليهم البسمه من جديد بالمشاركه في بطوله كاس العالم المصغره، بطوله كاس القارات. كاس العالم زي ما انت عارف بيشارك فيها كل المنتخبات من كل القارات السته، ايضا بطوله كاس القارات الانتر كونتيننتال للانديه، ودي بطوله في نسختها الاولى بعد قرار الاتحاد الدولي توسيع بطوله كاس العالم للانديه وتغيير نظامها بعد النسخه الاخيره اللي في السعوديه، فبيشارك فيها ممثل نادي من كل قاره من القارات السته. كالعاده طبعا النادي الاهلي فخر مصر والعرب وافريقيا، ممثل لثلاث قارات بمفرده، فاعتقد ان البطوله تحظى باهتمام اعلامي كبير جدا وباهتمام بالغ من المنظمين ومن الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا. النهارده لما كنا موجودين في المؤتمر الصحفي والتدريبات كل الامور التنظيميه كانك في بطوله كاس العالم 2022 اللي قامتها قطر، في الامور اللوجستيه، الامور الخاصه بدخول الاعلام، بتنظيم مساله الحقوق، كل شيء كانها فعلا بطوله كاس عالم ولكن بنسخه مصغره اقل. اعتقد ان اللجنه المنظمه لما تم الاعلان عن اقامه البطوله هنا في دوله قطر في نفس التوقيت اللي كان فيه بطوله كاس العالم وبالتحديد المباراه النهائيه يوم 18 ديسمبر اللي بتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يكون طرف فيها، اعتقد ان الجميع كان سعيد بوجود ناديين بالذات. لا 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 اتحدث بدبلوماسيه، ولكن ريال مدريد بطل اوروبا حضوره في المباراه النهائيه، والنادي الاهلي بطل افريقيا بحضوره بعد طبعا الفوز على العين الاماراتي. تم الاعلان ان البطوله هتكون في قطر وان النادي الاهلي هيشارك بعد فوزه على العين، فالحقيقه كان في ارتياح كبير جدا من المسؤولين هنا في قطر ومن الدوله المنظمه وايضا من اللجنه المحليه المنظمه وحتى كمان من الاتحاد الدولي الفيفا، لانه عارف الزخم الكبير اللي بيعمله جمهور النادي الاهلي. فالبطوله محظوظة بالنادي الأهلي والفيفا كمان محظوظ بالنادي الأهلي. طب تواصلك مع اللجنة المنظمة، ودايما انت عندك اتصالات مع الأستاذ محمد راشد والأستاذ حسن ربيع الكواري، يعني شايف التعامل اللجنة المنظمة واهتمامها بتواجد الأهلي وإعلام الأهلي وجمهور الأهلي والتواصل حتى مع فريق باتشوكا وريال مدريد اللي هيصل بإذن الله مساء يوم 16
قبل موعد مباراة الفاينل يوم 18 ب48 ساعة. الحقيقة الناس هنا لما كانوا بيستضيفوا بطولة كأس العالم فكان في أي مؤتمر صحفي أو أي مناسبة بيتحدثوا دايما عن الإرث. الإرث إن دولة قطر تخرج بإرث ليس على صعيد المنشآت ولا البنية التحتية المميزة والملاعب العالمية اللي أنتوا شايفينها، ولكن أيضا على صعيد الإرث البشري، إنهم يطلعوا كوادر وعناصر بشرية إنها تقدر تنظم بطولات دولية كبيرة وبطولات قارية في أي وقت بشكل مميز واحترافي. والحقيقة ده اللي قطر خرجت بيه ونجحت بيه من المكاسب الكبيرة، إن أصبح عندها كوادر بشرية مميزة زي ما أنت أسلفت وقلت، الأخ حسن ربيع الكواري، محمد راشد الخنجي، والكثير من الأسماء والناس في اللجنة المنظمة العليا برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد اللي قال تاني، اللي هو دلوقتي وزير الرياضة والشباب. أصبح اللجنة العليا المشاريع والإرث اللي نظمت بطولة كأس العالم أصبح اسمها لجنة أحداث كرة القدم، معاه طبعا أيضا الأستاذ جاسم الجاسم. الناس دي كلها الحقيقة بتتعامل مع جميع الفرق، ليس النادي الأهلي بالذات، بتتعامل باحترافية كبيرة. لو شفت، لو سألت أستاذ خالد مرتجي، الأستاذ طارق أنديل، الكابتن محمود الخطيب، الكل هيقول لك إزاي إن الناس هنا كل طلبات النادي الأهلي مجابة زيه زي بقية الفرق. الحقيقة في أمور الخاصة بالانتقالات، بالإقامة، بالأمور، الملاعب التدريب يكفي أنها بتقام على نفس الملاعب اللي كانت بتتدرب عليها فرق كاس العالم، بتتدرب عليها فرق كاس آسيا اللي كانت في النسخة 2023. فالحقيقة اللجنة المنظمة ليها كل الاحترام والتقدير، بنشكرهم على دعمهم الكبير ومساندتهم. وخليني برضو لن أخفي عليك سرا أنهم جمهور النادي الأهلي بالذات ليه دلال، وربطة جماهير النادي الأهلي في قطر ليها دلال كبير جدا على اللجنة المنظمة. خلينا أقول لك إن الفيفا معقد شوية موضوع التذاكر، لا مش شوية، كتير، أمور معقدة بشكل كبير جدا. وأتمنى من خلال المعلومات اللي واصلة لي إن بكرة ما يكونش جمهور باتشوكا عنده التذاكر مطبوعة أو بي دي إف، بالعكس جمهور النادي الأهلي الناس متبهدلين بسبب موضوع التذاكر الإلكترونية. لكن خلينا أوكي، إحنا تقبلنا الأمر، تقبلنا الامر الواقع. اللجنه المنظمه قالت ان ده طلب الفيفا وان كل شيء يكون الكتروني، حتى الكابتن حسن ربيع شرحها وقال هو السيستم وده الاتحاد الدولي هو اللي بينظم، فبنحاول قدر الامكان نسهل على الجماهير فعلا. ان شاء الله هم يعني عايز اقول لك واحد زي حسن ربيع، الراجل ده معانا على مدار الساعه 24 ساعه حرفيا، ده حقيقي. ندخل سبيس في تويتر نلاقيه موجود، ندخل على الواتساب في معلومه في حاجه تلاقيه بيبعت، ولكل الاعلاميين وليا بشكل شخصي، ودي شهاده حق. في حاجة تخص الجماهير جزار نبه على الناس، المترو أسهل لهم، طب يروحوا بدري، طب خليهم ينزلوا التطبيق عشان الموضوع هيبقى إلكتروني. فالحقيقة جمهور النادي الأهلي عزيز قوي عند الناس هنا، قطر والخليج بيحبوا النادي الأهلي كتير، شعبية الأهلي كبيرة، شعبية النادي الأهلي كبيرة جدا جدا جدا. الناس بقى اللي بتتكلم دايما بقى لا احنا شفناها صوت وصورة بالأرقام في المباريات، افتح الشاشة واتفرج الناس وشوف. شايفة ورانا اهو اكيد. طب هسألك سؤال مهم جدا، بره بطولة الانتر كونتيننتال ممكن نشوف مباريات محلية للأهلي هنا او للفرق المصرية في الدوحة؟ والله نتمنى واتمنى طبعا، بس انا بقول لك مش توقعات، معلومات في امكانيه حدث. عارف الفيفا دلوقتي بيعدل في اللائحه بتاعته ان لو في مباريات محليه في الدوري ممكن تنتقل خارج الوطن، الفيفا دلوقتي بيقر ده في الكونجرس بتاعه، فقريب ممكن نسمع حاجه. كابتن محمود الخطيب يشاور بس اوامر، كابتن محمود الخطيب تقديره هنا كبير جدا، الناس بتحترمه، الناس بتقدر انه اسطوره كبيره جدا. الناس الحمد لله العلاقات دلوقتي مميزه، ونتمنى ان يظل، والحمد لله عندنا اهتمام بالجانب الدوله بتحاول بشكل كبير جدا التسويق لمنتج كره القدم ومنتج الرياضه خارج الدوله. الحقيقه ده شيء كويس، نتمنى ان شاء الله زي ما بنشوف بطوله السوبر الافريقي والسوبر المصري، والسوبر الافريقي كان هنا سنتين متتاليتين والاهلي شارك في بطوله كاس العالم للانديه، بطوله كاس العرب، فانتشار كسب هنا اثنين سوبر على نهضه بركان وعلى الرجاء المغربي. نعم، السوبر المصري بنشوفه في الامارات، بنشوفه في السعوديه، نتمنى ان شاء الله يكون في حضور هنا في دوله قطر. ودوله قطر الحقيقه الناس شغاله بسيستم وباستراتيجيه انهم يكملوا بعد أكيد. كاس العالم أكيد. في رؤيه واضحه ان احنا لا مش هنتوقف بعد كاس العالم. مباريات كبيره قبل ايام قليله كان في بطوله كلاسيكو الاساطير بين ريال مدريد وبرشلونه، في بطوله كاس العالم للناشئين هتتعمل هنا لمده 5 سنين، بطوله كاس العرب جاي
جايه، فالناس شغاله، فاعتقد ان ممكن في انفتاح كبير جدا أكيد. على ان ممكن يستضيفوا مباريات يكون طرفها الانديه المصريه او الفرق المصريه بشكل عام. عايز اعلن برضو في وجود زميلي العزيز محمد الجزار الناقد الرياضي، المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري المنتخب في الكونجرس الاخير للاتحاد المصري لكره القدم، وصل اليوم الى الدوحه، والنهارده حتى كانت في جلسه وديه ما بين أسطورة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب مع الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، في حضور أيضا المهندس هاني أبو ريدة. الجمع الجميل ده هنشوفه بإذن الله بكرة في ملعب 974 يا محمد. إن شاء الله بإذن الله بكرة تكون ملحمة جماهيرية. مدرجات استاد 974 باللون الأزرق، بتميز باللون الأزرق لون البحر، لأن الاستاد بيقع بالقرب من الخليج الغربي ومن كورنيش الدوحة صحيح. لكن إن شاء الله بكرة نشوف المدرج باللون الأحمر كامل، لأن الحقيقة الناس هنا تعبت، والجمهور زي ما حضرتك شوف متحمسين ومتحفزين. جمهور النادي الأهلي هنا في الدوحة جمهور الناس كلها عارفة أنه جمهور زواق، جمهور بحب كرة القدم. لو استاد 80,000 هتلاقي جمهور النادي الأهلي موجود. بمناسبة العدد، ملعب 974 كان بيسع حاجه و40 الف متفرج. 44 دلوقتي الساعه نزلت درجه ولا زي ما هي؟ سالنا وتاكدنا ان الساعه، يعني كان في كلام طلعت ان هي نزلت ل 30,000. لا ما نزلتش الساعه زي ما هي والاستاد كامل. هم كان في فكره ان ممكن يتم تفكيك الاستاد، لكن الناس شافت ان الناس مبسوطه بتجربه الحاويات وشكل الاستاد كويس وعلى شاطئ البحر، فقال لك احنا ممكن نساعد بطرق ثانيه، لكن نحافظ على الارث ده ونستضيف بطولات ليه نهد وليه بعد كده احنا ممكن نعمل للاجيال اللي جايه. وده فكر كويس الحقيقه، الناس ما يكونش فيه اصرار على راي معين، لا في تجاوب، والناس دايما بتشوف راي الشارع والانطباعات في كل مكان. فالحقيقه الناس حبت الاستاد ده بشكل كبير، هيبقى فيه مباريات، هيبقى فيه الكثير من الفعاليات الترفيهيه. فاعتقد ان وجود الاستاد واقامه بطوله بالحجم ده، وفي كمان بطوله كاس السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان وموناكو خلال شهر يناير هتقام ايضا على نفس الملعب، فده يقول لك ان استادات كاس العالم شغاله وبيستضيفوا، فمحافظين عليها باذن الله. باكد لحضراتكم مباراه بكره بين الاهلي وباتشوكا بالتاكيد في كاس للفريق الفايز. الاهلي كان خد 2 مليون دولار بعد الفوز على العين، بكره اذا ربنا كرمنا وفزنا على باتشوكا كمان 2 مليون على ال 2 مليون، يبقى كده معانا 4 مليون دولار ونروح نلاعب ريال مدريد على استاد لوسيليوم الاربع اللي جاي. وكمان بكره في جائزه استثنائيه جديده، جائزه رجل المباراه مان اوف ذا ماتش، لان كمان المباراه الختاميه مع الريال مش جائزه البطل بس وفي ميداليات للوصيف، ده كمان في ثلاث جوائز لافضل لاعب في البطوله، تاني افضل لاعب، تالت افضل لاعب، مجموعه جوائز مختلفه هنشوفها يا محمد. بكره مان اوف ذا ماتش توقع ممكن يكون مين؟ رجل المباراه. رجل المباراه بكره ان شاء الله يكون من النادي الاهلي، هو طبعا من وجهه نظري الجمهور، لانه الحقيقه جمهور النادي الاهلي عامل شغل كبير جدا اهو معانا اهو في سوق واقف، احنا شايفين دلوقتي على الهواء. لكن ان شاء الله بكره اطمن الناس النادي الاهلي يكون في يومه، ولما النادي الاهلي يكون في يومه مع احترامي الكبير لكل المنافسين، لو اجتمعوا وعملوا تشكيله من بوتافوجو باتشوكا المكسيكي النادي الاهلي يكسب وبسكور بكره باذن الله الواحد الاحد مش اقل من 4 النادي الاهلي يفوز ويصعد لمواجهه ريال مدريد بمشيئه الله. في اي خبر جديد عايز تقوله، معلومه عايز تختم بيها الحوار النهارده؟ ما اقدرش اقول اخبار ولا حصريات في وجودك طبعا. لا العفو 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 يا جزار، ربنا يديك الصحه، واحنا سعداء جدا بوجودكم، سعداء بوجود الكابتن الخطيب والنادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله بكره تشوفوا صوره جميله جدا تاكد أكيد. يتاكد منها الجميع قيمه النادي الاهلي الكبيره، وان وصول النادي الاهلي للقمه محليا وافريقيا وان شاء الله قريب عالميا ليس من فراغ، ولكن بفضل تخطيط واداره محترمه جدا برئاسه اسطورتنا اللي بنفتخر به الكابتن محمود الخطيب. ويبقى دائما جمهور النادي الاهلي هو السر وهو السلاح رقم واحد في اي انتصارات. بقول للاعيبه النادي الاهلي ثقتنا كبيره جدا فيكم، خليكم على قد المسؤوليه، كونوا باذن الله في الموعد وجيبوا لنا اول كاس عشان احنا منتظرين الكاس الثانيه يوم 18 ديسمبر. كنت بتكلم مع جمهور النادي الاهلي وبقول لهم الهاشتاج على شاشه قناه الاهلي دلوقتي الاهلي التحدي، يا رب باذن الله خلال ساعات يكون الهاشتاج رقم واحد على منصه اكس وتويتر في مصر. لا ساعات ايه ده، دلوقتي جمهور الاهلي خلى الهاشتاج هو رقم واحد دلوقتي يا جماعه على منصه اكس وعلى تويتر، هاشتاج الاهلي التحدي هو حاليا رقم واحد. ده التفاعل الجماهيري، دي الشعبيه، دي الجماهيريه، هو مش كلام وشعارات، دي ارقام. لما تحط هاشتاج دلوقتي او تضع هاشتاج على منصه اكس وتقوله دلوقتي على شاشه قناه الاهلي في اقل من ساعه واحنا ما زلنا في التغطيه الخاصه، ويكون هذا الهاشتاج حاليا
رقم واحد متصدر منصة اكس وعلى تويتر. ده ان دل على شيء بيدل ان جمهور الاهلي دايما في الموعد، دايما في الحدث. يا رب باذن الله يكون الاهلي بكره على قد التحدي عشان يكسب كاس التحدي يا رب. نعم نورت الدنيا يا جزار. اشتاج الاهلي التحدي، نرد عليه ونقول ان الاهلي باذن الله قد التحدي. التحدي. شكرا جدا ليك. شكرا جزيلا، كان لقاء مهم جدا على المستوى الاعلامي والصحفي مع الزميل العزيز محمد الجزار. وانا بختم باكد لحضراتكم قريب جدا ايفنتات محليه ممكن نشوفها في منطقه الخليج العربي، هنسمع اخبار ايجابيه. براند الكره المصريه من خلال اعظم نادي في افريقيا النادي الاهلي، هتشوفوا الفتره اللي جايه احداث مختلفه. التعاون اللي موجود باداره اتحاد كوره جديد، بنبارك للمهندس هاني ابو ريده. الفتره الجايه باذن الله ان شاء الله هنشوف ايفنتات يعني تدي قيمه ومكانه اكتر للكره المصريه، وده مش هيحصل الا بوجود البراند العالمي من خلال اسم ومكانه الاهلي اللي دايما متواجد في بطوله الانتر كونتيننتال. عندنا مونديال انديه في امريكا، عندنا ايفنتات كبيره. يوم الاثنين الجاي نحتفل باذن الله بلقب ان النادي الاهلي افضل نادي في افريقيا. الاستاذ محمد الغزاوي ان شاء الله في الساعات القادمه هيكون موجود في المغرب عشان يحضر الحفل في مراكش لتسليم الجوائز. اسهم حسين الشحات بتتصاعد بقوه قبل 24 ساعه من موعد الحفل. ويليامز بالتاكيد سيحصل على جائزه من الجوائز. المنافسه ما بين المغربي والايفواري على جائزه افضل لاعب في افريقيا. الكوت ديفوار افضل منتخب، المغرب افضل منتخب للسيدات. امريس فاي المدير الفني الصغير اللي عمل مفاجاه في الكوت ديفوار مرشح بنسبه كبيره للفوز بجائزه افضل مدير فني. مفاجات عديده هتشوفوها في حفل مراكش، لكن باذن الله قبل هذا الحفل نحتفل احنا ونتمنى يا رب باذن الله ان الاهلي يتحدى مواجهه باتشوكا ويتاهل من خلالها للمباراه العالميه امام ريال مدريد. الى هنا وصلنا لختام التغطية الخاصة من قلب العاصمة القطرية الدوحة ومن بداية سوق واقف، يعني مشهد جماهير النادي الأهلي المهيب في هذا المكان بالتشجيع بالمساندة بالمؤازرة. إن شاء الله بإذن الله بكرة التوفيق يكون حليف النادي الأهلي. وأنا في الختام بالتأكيد بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة. نتمنى نكون وفقنا قدر الإمكان في توصيل الرسالة والمعلومة والصورة والكواليس والتفاصيل مع الضيوف اللي بالتأكيد حاليا هم صناع الحدث في هذا المحفل، اللي نتمنى يا رب باذن الله الاهلي بكره يقدر يضيف بطوله قاريه جديده بعد الفوز على باتشوكا. شكرا لحضراتكم والى اللقاء، والتغطيه مستمره في الدوحه خلال الايام المقبله، وان شاء الله غدا باذن الله نسعد بتواجد الاهلي وبطوله جديده تضاف للاهلي باذن الله ان شاء الله. شكرا والى اللقاء.